طيب ابو اميره. طبعا نقدر نقول في المؤجلات الهلال نجح بالتأكيد رغم مباراة الحزم طبعا الأولى اللي ذكرنا يمكن معطياتها أول ما عاد من كأس العالم، ولكن بعد كذا بدأ الفريق في الطريق الصحيح يحصد النقاط في المباراة في البوكسينج جيم، يعني دخل في اثنين خميس اثنين جمعة، مباراة صعبة كانت جدا على الهلال بدنيا وذهنيا، وأعتقد أنه خرج منها يعني، وبكرة آخر مباراة بالتأكيد. ولكن وجهة نظري انه زي ما ذكرت اول شيء على الفيصل، انه فعلا ما هذا الفريق اللي ما تعرف له، ممكن يصعب المباراه بكره على الهلال، ممكن تكون سهله على الهلال، ولكن في المجمع عموما دائما مباريات الفيصلي صعبه، يعني ما هي سهل لاي فريق يهزمهم، ولكن اعتقد انه ما حتكون بصعوبه مباراه الكاس، معطيات الكاس تختلف. اتوقع انه الهلال يفوز بكره، لانه كما ذكرنا من وقت طويل واخوي محمد الصلاعي يمكن كان معي في احد الحلقات من قبل كاس اسيا، انه عمليات تدوير المدرب هذا رازفان غير كل المدربين اللي مروا على الهلال، تسير بصوره جدا ممتازه. طبعا ساعدوا على ذلك توفر البدلاء المميزين، يعني ناس كثير لوم مدرب النصر، مدرب النصر ما عنده البدلاء هذول، يعني ما عنده، لو غاب لاعب مشكله. الهلال يلعب لك ب 11 احتياط تشعر انهم اساسيين ما شاء الله، وبالتالي الهلال يعني اتوقع انه يفوز بكره، ولكن ليس بالسهوله، يعني لانه مباراه في المجمعه، وارضا امام فريق اسمه الفيصلي، وسيخرج الهلال اعتقد بصداره ب 33 نقطه في مباراه الغد. نتمنى ان نستمتع بمباراه جيده. الفيصلي كالعاده يبدا بنقاط كثيره وبعدين يبدا يهدي، ترى الفيصلي من اوائل الفرق اللي وصلت للنقطه 17، يعني توقعنا انه حيعمل بعدها خسر مباريات كثيره ورجع فاز في مباراه، اعتقد الان 20 نقطه وعادل الخسائر، ف يعني عوده للفيصلي انه فقط تشعر انه يريد ان يبقى، بدليل انه بيع عقد جوستافو مثلا كان اهم لاعب في الفيصلي. وعموما يعني الفيصلي واضح انه يقتنع بمراكز الوسط دائما، ولكن الهلال لا يقتنع إلا بالبطولات والمقدمة، فهنا الفرق أعتقد فوز هلالي بكرة.